يز ولا يعمل كذا، راي حياة جديدة. أصعب حاجة في الحياة وأصعب وجيعة في الحياة هي الوجيعة، تختلف درجات، ولكن أصعب وجيعة في الحياة أنه الإنسان يستحق إنسان قريب له عزيز عليه في لحظات حاسمة، لحظات ضعف، وما ثماش أقوى من الابتلاء متاع المرض. تصور إنسان يمرض بمرض، والمرض مش أي مرض، معناتها عافانا وعافاكم الله السرطان، إن شاء الله ربي يشفي أي إنسان مريض بالسرطان، إن شاء الله ربي يبعد علينا الأمراض. ولو أنه المرض هذا راهو تنجموا تنتصروا عليه، ونجموا ننتصروا عليه بالعزيمة وبالإرادة وبالاحتواء وبالعائلة. تصوروا إنسان مريض بالسرطان عافانا وعافاكم الله، ويلقى روحه وحده من غير حتى سند، وخاصة بوه يتخلى عليه.